اليوم انطلاق تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات المصرية. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية. المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط يقول إن خطة السلام لن تشمل منح أراض من سيناء للفلسطينيين. موجز أنباء الخميس صباحا يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. تنطلق اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور عبر اقتراع سري مباشر. قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن عدد اللجان العامة لتصويت المصريين بالداخل بلغ 368 لجنة. أكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي استنادا إلى الإشراف القضائي الكامل. أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم على توافر كافة وسائل المساعدة لذوي القدرات الخاصة لإتمام عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. قال رئيس الهيئة إنه تم وضع لافتات إرشادية على أبواب اللجان بلغة الإشارة عن كيفية التصويت مع توجيه القضاة والموظفين بالتعاون مع ذوي الاحتياجات لتسهيل عملية التصويت. قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها إن تصويت الوافدين في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور سيكون متاحا في كل لجنة فرعية، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية. أضاف المتحدث باسم الهيئة أنها اتخذت تدابير للتيسير على المواطنين، وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحديث قاعدة بياناتها بشكل مستمر. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المصوتين في كل المحافظات إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg للاستعلام عن لجانهم الانتخابية وموقعها ورقم اللجنة الفرعية، وكذا الرقم في الكشوف من خلال إدخال بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما. أعلن عدد من قبائل سيناء دعمهم للتعديلات الدستورية المقدمة، وأقام أهالي سيناء العديد من الفعاليات استعدادا لانطلاق عملية التصويت في استفتاء على التعديلات الدستورية المقدمة، مؤكدين مشاركتهم في عملية التصويت. بدأ اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية في عدد من الدول من بينها نيوزيلندا وأستراليا وماليزيا وكوريا واليابان والصين وغيرها من الدول. كان 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة قد فتحت أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية المقيمة في الخارج في اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة، حيث شهدت دول عربية وعدد من الدول الأوروبية ودول في الأمريكيتين إقبالا من المصوتين الذين أكدوا حرصهم على الارتباط بوطنهم الأم. قال المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل ما أشيع عن منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين. أكد جرينبلات في تغريدة على موقع تويتر أن التقارير المزعومة حول منح جزء من سيناء إلى غزة ليست إلا مجرد كذب، مشيرا إلى أن هذه المعلومات التي وصفها بالمفبركة تخرج من جهات غير مسؤولة. ختام هذا الموجز دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.